ما أسمع. أقول مفسر كذا. إيه نعم. يجوز أن يكتب رمانة. إيه. إذا أخذ وانتكاته قابل. هذا عليه إذا صام ويشق عليها. الصوم. الأخ يقول لمن عنده تغسير كلى قرر الطبيب أنه يضره الصيام هل يفطر؟ وإذا صام هل يأثم؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالله جل وعلا كتب الصيام على المسلمين وقال تعالى فمن شهد منكم شهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. فقد اسقط الله جل على الصيام عن المرضى. فمن يشق عليه الصيام فان الله جل على قد ارخص له بان يفطر. واذا كان يترتب على صيامه ضرر لتقرير الاطباء اهل المعرفه فان هذا يمنع من الصيام. واذا صام فإنه يأثم بذلك لأنه يتسبب لنفسه بمضاعفة المرض أو بالوفاة. أما إذا كان الصيام لا يضره فإن الصيام عليه واجب. وأما إذا كان يخشى الضرر فيجوز له الفطر.